قال أمير المؤمنين عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. من أروع ما قيل في التحذر من الفتن هو قول أمير المؤمنين عليه السلام هذا، وما فيه من التشبيه الدقيق جدا. فابن اللبون هو ابن الناقة الذي لم يقوى ظهره بعد فيركب، وليس له ضرع فيحلب. وعلى المرء في هذا الزمان أو في أي زمان تكثر فيه الفتن أن يكون هكذا، لا يعطي بيده لأي كان، ولا ينصاع لكل صوت الرنان، فتأخذه الفتنة أدراجها وتسقطه في شباك الدنيا ومصائد الأبالسة، بل يستحكم بعقله ويجعل الرشد سلاحه والحق نصب عينيه، ولا يكون لأهل الباطل من سبيل للسيطرة عليه، ولا سيما في هذا الزمان وما فيه من المغريات الكثيرة التي يفتتن بها الإنسان والأهواء المتبعة. وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع. والسلام عليكم.